حمدا لله على سلامتكم يا مولاي. ما أخباركم؟ منصور عاد يا مولاتي. عاد؟ اذهبي واسأليه ماذا رأى هناك وماذا سمع. اصبري عليه حتى يستريح. ما دام قد رجع مع الرجال فلابد أن الخليفة القاهرة بالله يملك زمام الأمر في يده. أنا لنا أن نرجع. نرجع؟ ومولاي الذي خطب؟ لا شأن لك بهذا. بورك فيك، وفيت بوعدك فأثبتت للناس أن بني حمدان يخوضون غمار الموت وفاء بالعهد. وماذا عن الخلافة؟ شيء يسر وشيء يضر، كذلك الدنيا. فرح الناس بالخلاص من مؤنس، فرحة تأخرت كثيرا، لكن كل شيء بميعاد. الآجال بيد الله. وما ذلك الشيء الذي يضر؟ ما إن وصلنا مرفع الحديثة وصعدنا من البحر إلى الخيل حتى علمنا بخبر خلع الخليفة القاهر بالله. أعوذ بالله. هانت الخلافة حتى صارت كأنها عباءة، يخلعونها عن من كرهوا ثم يخلعونها على من أحبوا، بل على من استهانوا بها. وهانت الأمة كلها على خصومها وأعدائها. فهل علمت من ذا خلع عليه الخلعة المخلوعة؟ محمد ابن المقتدر بالله، ولقبوه الراضي بالله. نعم اللقب، الراضي بما يطلبون. لعلهم يقصدون باللقب معنى آخر وغاية أخرى يا أم الرجال. ذلك رأي العامة منذ بلغهم الخبر، يقولون الراضي، الراضي بما يفعله رجاله عربا كانوا أم تركا أم فرسا. كان الخليفة المقتدر رحمه الله يقول: هانت الخلافة ولم يبقى منها إلا اسمها وعرشها، وعباءة تخلع عن هذا لتخلع على ذاك. ليس للخلافة إلا نحن يا سيد العرب. للخلافة بيت لا تخرج إلا منه، هو بيت بني العباس. وكانت من قبل لبني أمية يا أبا الهيجاء. وما زال يطلبها ويدعو إليها بنو علي بن أبي طالب، سواء من أبناء الحسن أو أبناء الحسين رضي الله عنهما. لهم الله، فما نادى بها أحد منهم إلا قتل. وهم سلالة بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن يطلبها وهو ليس من أحد البيتين العباسي أو الطالبي؟ حق لنا أن نغضب. لو أن رجلا واحدا في كل قبيلة أو قرية أو بلدة غضب كما نغضب نحن واستنفر بغضبه بضع رجال، لاحتشدت للأمة قوة تعتز بها من هذا الذل والهوان. صدقت يا أم الرجال. نعم صدقت، لكن لا بد لهذا الغضب المتفرق في أنحاء الأرض، لا بد له من رجل واحد، قائد واحد يجمع في قبضته كل الأعنة، كل أطراف الأمة. ومن في الأمة كلها أصلح منك ومن أبنائك يا سيد العرب؟ لن تجد رجلا واحدا يبايعك بالخلافة حتى من عشيرتك. ولا أنت يا أبتي؟ أنا أول من يعارضك، لكني أول من يبايعك أميرا حاكما ملكا على الموصل وما حولها حتى سواحل الشام، لتكون ملكا في عقبك أنت وأخيك. بورك فيك يا أبتي. نعم الرأي يا أبا الملوك. أبا الملوك نعم، لكني لست أبا الخلفاء ولا أحب أن أكون. وهذه بيعة قادة الجند والشرط لمولاي أمير المؤمنين الراضي بالله محمد بن جعفر المقتدر بالله. بورك فيكم. خادمكم أبو الوفاء توزون له حاجة عندكم يا مولاي. انصرف أنت. أهلا
ما هي حاجتك؟ مولاي أمير المؤمنين يعلمها. وما هي؟ الموصل. الإمارة أم بعض أهلها؟ ما يأمر به مولاي. تعال يا أبا الوفاء. ألم تحفظ أو تعلم أو تسمع عن حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبتاع على بيعه؟ صدق رسول الله. لا أريدها لنفسي يا مولاي. فلمن؟ لكم يا مولاي. وما شأنك به؟ هل شكوت إليك؟ لا، ولكن علمت أنك كنت تريدها لنفسك. كذب من بلغك. إذا كنت لا تريدها، زوجها ممن يليق بها. لقد اختارت ورضيت بمن خطبها ورحلت إليه، ولعلها تزوجت. فإن لم تكن؟ أمرها في يدها. وأنت ولي الأمر. إن حضرت أرسلني أحضرها بكتاب لا بقتال. أمرك؟ تخرج فردا دون جندي واحد. يريد مولاي أن يقتلني بنو حمدان؟ بنو حمدان لا يقتلون رسولا للخليفة ولا ضيفا. عفوا يا مولاي، أرسل أحدا غيري أو أرسلني في جيش. يريد توزون أن نحارب الحمدانيين. وهم بعض أمرائنا. ليسوا من أمراء الخلافة، بل أشد خصومها. خصومك وحدك. يا مولاي، يا مولاي، إني أضن بها على هذا الحمداني. بل هو أحق بها أمام الله وأمام الناس. وإن لم تكن قد زفت إليه وجاء يطلبها مرة أخرى لزوجتها له، فلا يصلح لها إلا الحمداني، ولن تكون لك أبدا. أفهمت؟ انصرف. أحسنت يا أمير المؤمنين. لم أحسن بعد. كيف تسول له نفسه أن يطمع في مصاهرة الخلفاء؟ لا يطمع في مصاهرة الخلفاء فحسب، بل يطمع في قتل كل الخلفاء. يطمع في الخلافة ذاتها، وأنت تعلم هذا. بعض الحكمة يا أمير المؤمنين، بعض الحكمة. فهم ما زالوا كثرة عددا وعدة وسلاحا وغدرا. يا أبا القاسم، فكيف السبيل إلى الخلاص منهم؟ اتركهم لي مولاي واحدا واحدا. وأول الرؤوس رأس ذلك الذئب توزون. مولاي، مولاي الخليفة. ما الخبر يا ابن مقلة؟ بشكم التركي في 50,000 رجل تركي مثلك. يا مرحبا بصاحبي وسيدي وقائدي. يا ألف ألف. قائدك وسيدك نعم، أما صاحبك فلن أكون. خادمك يا سيدي. وحتى خادمي لن تكون. أنت لم تعد تصلح لشيء، لم تعد لك فائدة. اختار الخونة بشكم قائدا لهم، فماذا سيختار لنفسه هو الآخر؟ كيف دخل بغداد ووصل إلى القصر دون أن يسبقه خبره؟ هل علمت الآن سبب وقاحة صاحبه؟ كان يعلم بقدومه مع جنوده. أظنه هو الذي أرسل إليه. صدق أبي رحمه الله. اتسع الخرق على الرادق، وسبق السيف العذل، وبلغ السيل الزباء، وباضت الفتنة وأفرخت. وأصدق من هذا قول رب العزة: ليس لها من دون الله كاشفة. صدق الله العظيم.
ونرجع إلى الخوف والرعب مرة أخرى. ألهمني الصبر والرضا بقضائك. اذهبي إلى منصور ليستعد. اذهبي. أي موت يباع فأشتريه؟ استغفر الله. أمرك، حكمتك، مشيئتك. لن أجلس في هذا القصر ليلة واحدة، حتى لو خرجت هائمة على وجهي لتأكلني الوحوش. أرحم من نظرات الشماتة والاستعلاء والبغض في عيون نساء بني حمدان. نريد العودة إلى بغداد والليلة. حقا، ما أسعدني، ما أسعدني يا ضحى. علمت أن الخليفة الجديد كان يريد أن يتزوجها قبل أن ترى وتطمع في ابن عمي، فلترحل. سوف تتزوج من الخليفة. تتزوج من أي أحد؟ أي أحد غير ابن عمي؟ ماذا نفعل في بغداد؟ نعيش مثل الأسرى أو نقتل. هل تظنين أن الخليفة الجديد أحسن حالا ممن سبق؟ ربما تطمع في الزواج منه، فقد كان أبوه يريد أن يزوجهما. وسيف الدولة؟ لم تعد تطيق رؤيته ولا حتى سماع صوته. ماذا حدث؟ اسألها يا من تكتم حبها في صدرك. حبا بلا أمل. استعد للسفر. صدقتي، إنه حب بلا أمل. اجلسي يا ابنتي، اجلسي يا اختي. هل مللت الحياة بين اهلك وعشيرتك؟ معاذ الله يا عمي. هل رأيت او سمعت اساءة اليك ولو بلمحة عين عابرة؟ كلا، فأنتم جميعا كرماء. والله ما رأينا ولا سمعنا إلا ما يرى بعض الأهل أو يسمعون من بعض أهلهم يا سيد العرب. هناك سر تخفيه ابنتك هو سبب نفورها منا ورغبتها في العودة إلى ما كانت تشكو منه وتستنجد. أنتم أهل نجدة ومروءة، وقد فعلتم ما يعجز اللسان عن الوفاء ببعض حمده. لسنا في مجال المن أو الثناء يا ابنتي. أي ثناء لا يوفيكم حقكم، ويكفي أنك ضحيت بنفسك ودمك لولا أن الله سلم. من لم يبذل دمه فداء حرماته وأعراضه ليس رجلا، وإن كل امرأة مسلمة هي لنا عرض يأمها، سواء كانت خادمة أم أميرة. أعزك الله يا سيد العرب. سأسألك عن شيء ولك الحق أن تجيبي بكلمة واحدة، لا أو نعم. سل ما تشاء يا عمي. هل أنا حقا عمه؟ وأقرب. هل رغبتك في العودة إلى بغداد زهدا أم حبا في القرب منا؟ في البعد عنا يا أبا الرجال. مهلا يا جليلة، فهي تفهم ما أقصد أو أوضح ما أقصد؟ المقصد واضح، والأمر كله بيد الله وفي علمه.
والقلب كما هو. يعلمه الله. مثلك لا يحظى بها إلا من هو أهل لها، وقد طلبك من هو أهل لك وأنت له أهل، فهل بلغك عن ما أغضبك منه؟ أستغفر الله، والله ما علمنا عليه ولا سمعنا عنه ولا رأينا إلا ما يزيده رفعة في أعيننا ومكانة في قلوبنا. ربما بلغها هي. كلا. لنفرض أنه بلغك عنه ما أحزنك، لا عليك منه، سأتزوجك أنا رغم أنف ولدي وأمه هذه وأمك هذه ورغم أنفك أيضا إن لم تسمعي وتطيعي ما أمرك به. لله السمع والطاعة يا عمه. انتظري حتى أبرأ من جراحي التي أنت سببها، ثم يرجع ولدي الذي هو سبب جراحك، وأعود بك في موكب يليق بك لأخطبك من الخليفة أميرة عزيزة كريمة، لا أسيرة كما تتوهمين يا بنت الخلفاء. ولو كنت في كوخ على شاطئ نهر أو حافة ربوة في البادية. أعزك الله يا سيد العرب. يا ابنتي، يا بنت الكرام، يا هاشمية الآباء، الكريم لا يضام ولا يهان حيث نزل أو رحل ولو على دابة عكفاء. واسيتنا وداويتنا، شفاك الله. تعالي يا ابنتي. إلى أين يا أبا الحسن؟ لا كنت أبا الحسن إن لم أفعل كل ما هو حسن. من أنت؟ أنا يا عمي. أجيبي، من أنت؟ أنا سلمى زوجة ولدك ناصر الدولة الحسن ابن عبد الله الحمداني. وأنت؟ أنا علوية بنت الأمير ناصر الدولة يا جدي. وأنت يا بنت سعيد؟ أنا أسماء بنت أخيك سعيد بن حمدان يا سيد العرب. فهل تعلمنا يا نساء العرب؟ هل تعلمنا من هذه؟ هل تعلمنا من هذه يا نساء العرب؟ يكفي أنها في حماك يا سيد العرب. إذا افتخرت إحداهن أو شمخت بأنفها وقالت أنا بنت حمدان التغلبي، فقولي لها وأنا بنت العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي عم النبي سيد ولد آدم. هذا هو النسب يا أشبه بنسوة امرأة العزيز. حاشا لله يا أبا الأشراف والشريفات وعقيلات الأدب والعفة. كل من في هذا القصر وكل قصورنا والإمارة كلها خدم لهذه الأميرة الشريفة الحسيبة وأمها، وأنا أول الخدم. بل أنا الخادمة لك ولكل من ينتسب إليك يا عمي.
ارفعي رأسك شامخة عزيزة في كبرياء يا بنت الكرام. أما أنت فحسبك شرفا إيمانك بالله ورسوله دون إكراه، وزواجك بأمير حمداني عربي مسلم، وأمومتك لولد هو بعض دمي ودماء أجداده. زادك الله شرفا وكرما يا سيدي. من دخل في جوارنا وانتسب إلينا لا يهان، ما بقي بنو حمدان. سننتشر ما بين الموصل وسنجار، كل قائد منكم في كتيبة على مسافة السمع والبصر، بحيث يرى رايات الإشارة نهارا والمشاعل ليلا. كفى حزنا أن تضرب الخيل بالقناء وأقعد مشدودا علي وثاقيا. لست أسيرا ولا قعيدا يا أبا الهيجاء. من يمنع عن الجهاد فهو والأسير والقعيد سواء. ما منعك إلا جرح في ساحة الجهاد والفداء، وما هي إلا أيام وتتصدر الكتائب والسرايا يا أبا الهيجاء. اللهم اشفني وداوني بنصرك المؤزر. فيما دهشتك؟ رجل خارج للقتال في سبيل الله، وجوده معنا يشعرني بالطمأنينة. نعم طمأنينة. إنه أقربهم إلينا. إلينا أم إلى قلبك؟ مولاتي سيرجع منصور منصورا ونزوجه منك إن شاء الله. وسيرجع المحبوب منصورا إن شاء الله وتتزوجين منه أيضا. دعينا من هذا لنرى ماذا تسفر عنه تلك المؤامرة التي تحيط بالأمة كلها وبالخلافة وبهذه القبيلة العربية بقية العرب من زمن البطولة والقوة، ذلك الزمن الفتي العريق الجميل الذي تهاوت شموسه. خطف امرأتي وولدي وامتعتي. ومن هذه المرأة؟ أمي. وكيف تركوه؟ ليتهم أخذوني وتركوا امرأته وولده. انتظرا هنا. صار بنو حمدان ملجأ لكل هارب وأمنا لكل خائف. مرحبا به وبأمه في جوارنا. اطلب خادمة تستقبل الضيفة وأحضر ولدها إلينا. أمرك يا أبا الحارث. أدعو الله أن يمتد بي أجلي لأقطع رأس ذلك اللص دخفل. استفحل خطره وروع القوافل والعابرين، ولا أحد يعرف متى يظهر ومتى يختفي وأين. خالة يا خالة خالة، بعض الماء، المسكينة ستموت. خالة يا خالة، أين أنا؟ أين ولدي؟ أين ولدي؟ ولدي ولدي. وكيف علمت أن اسمه دخل؟ من بعد من هرب وهم يصرخون. من أين أنت يا مسكين؟ أنا من سنجارة يا سيدي. ارفع رأسك يا رجل، لا تبكي كالنساء. اكشف عن جرحي أيها الطبيب. لا تلمس،
إنه يؤلمني. لا تخف، لابد من تطهير الجرح وعلاجه. لا يوجد أثر لأي جرح، إنما هي كدمة قديمة. يبدو أن أحدا قذفه بحجر. قل الحق وإلا ضربت عنقك. من أنت وماذا وراءك؟ طعامك يا خالة. طعامي، وكيف يهنأ لي طعامك؟ يا خالة، لا الحزن ولا البكاء ولا الصوم عن الطعام يعيد من مضى واستوفى أجله، فاصبري. عربي أم رومي؟ لا هذا ولا ذاك. عندما يسألك سيدك أجب. أبعد يدك القذرة عني. يربوع! 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 أو تعرفون؟ لن أتكلم، فاقتلني يا حمداني. الحمداني لا يقتل النساء يا امرأة. ضع القيود في يديها وقدميها بأثقال الحديد، واتركيها في حديقة القصر ليل نهار، وأطعميها واسقيها مرة واحدة في اليوم والليلة بما يحفظ رمقها، حتى يأتي من يخلصها ليقطع رأسه أمام ناظريها. ما وراءك يا نصر؟ لم ينزل في أرض كيف، واستمر في السير نحو الموصل. صدق توقعنا، هو النصر إن شاء الله. جيشه في حالة تذمر وإجهاد، وبعضهم يتساقط في الطريق، ومن يسقط يأمر بقتله. لا يقتل قائد رجاله إلا إذا هزم. مر القادة أن ينسحبوا ثم تقدموا إلى حصن كيف. إسحاق رينيلا يريد غزو الموصل إلا من أجل امرأة واحدة يا سيد الإمبراطور. كم من حروب أشعلت نارها دموع امرأة. يغار عليها رجالها ويفدون دموعها بدمائهم. وما علمك بتلك المرأة؟ كنت من جنود زوجها سعيد بن حمدان يوم أسرها، وعشت معهم سنوات، تأكل طعامهم وتلبس ثيابهم وتصلي صلاتهم. نعم يا سيد الإمبراطور. وتخونهم سيدي؟ إنه أخلص رجالنا في بلاد الأعراب، ولم يرسل لنا خبرا واحدا كاذبا. صدقت يا سيدتي. ولابد أنك كنت تنقل إليهم بعض أخبارنا لتثبت ولاءك لهم. كلا يا مولاي الإمبراطور، ولائي لكم ولقوم الروم. مولاي، مولاتي، أتعرفين هذا؟ رشيق، أين ابنة أخي روكسان؟ إسحاق ريني غدر بها وتركها لدغفل وذئابه. من دغفل؟ قاطع طريق لا يرحم. يغدر بامرأة رومية مسكينة. إنها ليست مسكينة يا مولاي الإمبراطور، إنها جاسوسة. جاسوسة؟ روكسان جاسوسة؟
بالبلاد. أتتلصص علي؟ هذا عهدك وأمانتك لي؟ أنا لا أتلصص عليك، بل أحرسك من اللصوص. هيا هيا أيها اللصوص، الحارس الأمين. رخسان، ماذا حدث؟ أحشائي، أحشائي تتمزق. إني أفقد جنيني. روكسان، خذي هذه. لا شهية لي. يجب أن تأكلي شيئا، لقد فقدت دما كثيرا. أحزينة أنت على فقد الجنين؟ لست حزينة على ابن الخطيئة، إني حزينة لأني لم أستطع العثور على ذلك الكلب والانتقام منه. ضعوهم في احدى غرف القلعة بدون قيود واطعموهم، واذا حاول احدهم الفرار او الغدر فاقتلوه. امرك يا مولاي. أما أنت يا نصر فأنت أمير هذه القلعة والحصون وما حولها من القرى. أمرك يا سيدي. أطلق المنادين في الشوارع والقرى والحقول، من وجد جنديا روميا هاربا فليقتله. أرى يا مولاي أن تنادي بالأمان أولا، فمن استأمن وسلم نفسه فله الأمان، ومن لم يفعل أهدرت دمه. نعم الرأي والمشورة، إذا كنا سنقيم ونعسكر. وما يمنعنا يا سيدي وقد دخلناها دون قتال؟ أنسيت أن أمامنا قتالا مريرا مع ذلك الثعبان الزاحف نحو الموصل؟ نعم، وفي إهدار دماء الروم الهاربين من هذه القلعة تخويف لهم. صدقت. أدخل أئمة المساجد والفقهاء وقساوسة الكنائس والأديرة، أريد أن ألقاهم قبل أن أخرج لمطاردة ذلك الخائن. أمرك يا سيدي. القسيس الزائد أشد الناس خيانة يا واصل، من يتخذ من ثياب الطهر والنقاء قناعا يخفي به دنس طويته وخبث سريرته، ويخدع الناس كأنه ذئب في إهاب حمل. لا، بل كأنه شيطان في ثياب ملك.